السلام عليكم ورحمة الله. بونجور تو الموند، مرحبا بكم جميعا. ويلكم everybody، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي سيما كوك بوك. واليوم جبت لكم واحد الوصفة تاع لا ديرنيير مينوت، لي غاتو تاع لا ديرنيير مينوت اللي نديرهم هما الاخرين باش ما ياكلوهم الناس دراري، لانه هذا الغاتو محبوب كثيرا من لي زونفون، يل لادور. اون بلوس يل اي في دو فاسون لي غاتو لي بيسكوي لو سي دي باركيت بالمعجون، حين يعجبوكم بزاف بزاف. ابقوا معايا. انا درت كميه صغيره دونك لحبيتو فو دوبلي لي كونتيتي كامل. دونك نسحق 150 غرام تاع الزبده او مارغارين تكون طريه، نزيد لها 100 غرام تاع سكر كلاسي، قرصة ملح، لافاني، وان زست دو سيترون، et on mixe le tout très très bien pour une préparation homogène. دونك نزيدو لها حبه بيض كامله ونزيدو نخبطو تري تري بيان. ومن بعد هاد المرحله نبداو نزيدو 250 غرام تاع الفارينه بشويه، وبعد الفارينه نزيدو لها 2 à 3 كويار كبار تاع المايزينا على حسب الفارينه تاعكم، كو تعرفوا تختلف الفارينه. نبداو نزيدو بشويه ونزيدو ابخي هاد الفارينه، هاد 250 غرام تاع الفارينه نزيدو لها المايزينا مغرفه مور مغرفه يعني كبيره، الى 3 مغارف با بلوس. ومن بعد المغرفة الثالثة اللي ما بانت لكمش هنا في هذا الفيديو، نحط لاباط تاعي في الفريجيدار لمدة في الثلاجة لمدة ساعة، وكشتوها هنا يا واجدة. وابخي اون اور نبدا نفاصوني، ندير واحد لي بودا هكذايا. انا درتهم متوسطين يعني متوسطين الى كبار، بصح الا حبيتو تقطع لكم 30 حبة ديروهم ان موايان متوسطين للصغار، و تبعوا معايا كيفاش ندير لها. دونك جو في فار دي بودان كامل، وندير حفره بصبعي والسر باش ما تخرج لكمش بعدا، باسكو نحطوا فيها المعجون، مغرفه تاع المعجون، باش ما يخرج لكمش المعجون كيطيب لازم الحفره تكون بيان، يعني تحفروها تري بيان، والحفره تكون يعني كيما قلت بيان ديفيني، وديروا المعجون ماشي حتى يفيض لكم. دونك حطوا كميه معتدله تاع المعجون. دونك كيما هنا راني كملت لي بودا، ونجوز نحطهم في لو بلا تاعي ديريكتومون، ندير لهم هكذا كي شغل دي بوتيت باغيت. دونك هاد لي باركيت هادو ما نسحقوش فيهم لو مول، دونك جو لي فاسون بهذه الطريقه. وكي نحطهم كامل في لو بلا تاعي نبدا نحفر فيهم، و الحفرات تكون كما قلت تري تري بيان ديفيني. تبعوا معايا، هذه هي الطريقه المهمه يعني في هذا لو غاتو.
دونك وهنا يعني نبدا نحط في المعجون تاعي كيما قلت حطوا ان كونتيتي هكا باش تجي شابه، بصح فو با ابيزي تعمروها بزاف بزاف باسكو من بعد كي يبدا يطيب في الفور يبداو يطلعوا لنا بابل وبالك يسوبو يخرجوا لكم بالفوق، دونك سافا ايتر موش. دونك يفو ميو تحطوا لا مواتي، يعني ماشي تعمروا كامل هذيك الحفره هذيك تعمروها كومبلي، غير شويه هكذايا. او ميم طون ما ديروش شويه، يعني ماشي سافو با دير ديروا غير شويه تاع لا كونتيتي تاع المعجون، سينو تولي لكم تنشف وتولي ماشي بيان رومبلي، يعني عينكم هي ميزانكم هنايا. وانا يا درت زوج صناف تاع المعجون، ديروا باغ اكزومبل ديروا تاع المشماش وديروا تاع لا فريز، نوعوا باش هكا يجيو لكم دي كولور، فو بوفي فير ميم بلوزيور كولور. دونك نحطوا في فرن تاع 180 درجه لمده حتى وين ما فيهاش مده، يعني كل وحده والفرن تاعها حتى وين تشوفوها باللي حمارت هكذايا. وتاني تنسيت ما قطعت لكمش وحده باسكو انا غالبا يا رمضان على باليش نتوما كيفاه، ليسونسيال بين لا بات اللي تذوب في الفم. وان شاء الله نهار العيد كي نتلاقاو غد من داك غدوه ان شاء الله نحل معاكم حبيبات. وما تنساوش جربوها ما تندموش عليها كيما قلت لكم، او ليو دو لاشتي تري تري شير بشويه مقادير نتوما درتو لولادكم وريحتها تهبل والبنه هايله، وجربوها وما تندموش عليها. هذه كيما قلت لكم غاتو دو لا ديرنيير مينوت بور العيد ان شاء الله. وعلى هذا نقول لكم اليوم صحه فطوركم، وان شاء الله نتلاقاو نهار العيد. اتهلاو في روحكم واترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.